نبارك لإخوتنا الثوار والمجاهدين في ريف حمص الشمالي على هذه الخطوة المباركة في توحيد العمل العسكري من أجل إنقاذ حمص عاصمة الشهداء وعاصمة الثورة. كما نناشد كافة الإخوة من مختلف الفصائل والكتائب أن يوحدوا صفهم كي يحاولوا إنقاذ مدينة حمص التي قدمت ما قدمت لهذه الثورة. ونناشد كافة أهلنا في سوريا، حمص اليوم بحاجة إليكم، حمص اليوم تناديكم يا أهلنا في سوريا. النظام يحاول تقسيم البلد، يحاول أن يأخذ حمص ويضمها لدولته التي ينتوي إقامتها في الساحل السوري. نحن اليوم جميعا بحاجة إلى وحدة الصف، فإما أن نموت فرادى أو ننتصر جميعا يدا بيد نوحد صفنا. أنتم تنظرون اليوم كل الدنيا تخلت عنا، المجتمع الدولي والمجتمع العربي والكل ينظر إلى دمائنا ولا يبالي، وليس لنا إلا الله وأنفسنا. علينا بوحدة الصف. أناشدكم الله كما تناشدكم كل أم شهيد اليوم، وحدة الصف، وحدة الصف، وحدة الصف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.